أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يستقبل السفير الفرنسي لدى اليمن بجدة. وكيل أول حضرموت يطلع على أوضاع مؤسسة الكهرباء والتغلب على الصعوبات التي تواجهها. انطلاق بطولة الكيرم بالمكلا ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي. أهلا بكم. استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي في مقر إقامته في مدينة جدة سعادة السفير الفرنسي لدى اليمن السيد كريستيان، وتناول اللقاء العديد من القضايا ذات العلاقة بالملف الأمني والسياسي في الجنوب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات حوار جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية. وخلال اللقاء أكد الرئيس الزبيدي على التزام المجلس الانتقالي بالسلام واستعداده للتعاطي الإيجابي مع الجهود الدولية من أجل السلام، مشيرا إلى أن حوار جدة يأتي في إطار حرص الأشقاء في المملكة العربية السعودية على حفظ الأمن وحماية المنطقة من الفوضى والإرهاب، مشيدا بجهود جمهورية فرنسا في دعم عملية السلام الشاملة تحت مظلة الأمم المتحدة. من جانبه أكد السفير الفرنسي أن المتغيرات وتطورات تستدعي حضور جنوبيين في عملية السلام والاستماع لصوته وإيجاد حل عادل لقضيتهم. توفي في أحد مستشفيات العاصمة عدن أحد جرحى الساحل الغربي بعد تعثر حصوله على جواز سفر نتيجة الحصار التي تفرضه الشرعية على أبناء عدن والمحافظات المجاورة لها ومنعهم من الحصول على جواز سفر، حيث توفي الجريح صالح بن حسين صالح وهو أحد أبطال اللواء الخامس عمالقة وأصيب في مواجهة الساحل الغربي قبل أسابيع. وبعد صعوبة علاجه في عدن أقر الأطباء سفره إلى الخارج، ولكن تعثر حصوله على الجواز بسبب قرار الشرعية لمنع إصدار الجوازات من العاصمة عدن. وعلى الرغم من المناشدات التي أطلقتها قيادة اللواء الخامس عمالقة وأهل الجريح إلا أن السلطات الحكومية لم تستجب لها، مما تعثر سفر الجريح إلى الخارج ووفاته في أحد مستشفيات عدن. هذا وكان ناشطون ومنظمات المجتمع المدني نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الهجرة والجوازات بعدن، وذلك استنكارا لقرار الشرعية لمنع إصدار جوازات المرضى والجرحى من أبناء عدن والمحافظات المجاورة. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريت على أوضاع مؤسسة الكهرباء في مناطق ساحل حضرموت والجهود المبذولة في معالجة الإشكاليات وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحسين أداء المنظومة الكهربائية. جرى ذلك خلال لقائه بالمكلا اليوم المدير العام لمؤسسة الكهرباء المهندس عبد الله حمران ومدير إدارة شراء الطاقة بالمؤسسة المهندس طلال الحبشي. واستعرض اللقاء سير الأعمال الجارية بالمؤسسة للارتقاء بمستوى الأداء الذي يسهم في تحسين خدمات الكهرباء والتغلب على الإشكاليات والمعوقات، وتطرق اللقاء إلى الاحتياجات التي تتطلبها الكهرباء ومواجهة الإشكاليات في محطات توليد الطاقة الكهربائية واتخاذ بشأنها الإجراءات المناسبة. وشدد وكيل أول حضرموت على أهمية مضاعفة الجهود للتغلب على الصعوبات كافة التي تواجه تحسين خدمات الكهرباء في المحافظة. كرمت اللجنة التنفيذية للزواج الجماعي الثالث بمنطقة غاية بن يمين وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش بدرع وفائي تقديرا لإسهاماته في إنجاح العرس الجماعي الثالث ل 240 عريس وعروس من غاية بن يمين. وخلال تسليم الدرع أعرب رئيس اللجنة التنفيذية للزواج الشيخ صالح العجيلي عن الشكر والتقدير للشيخ بن حبريش وجهوده وسعيه في إقامة الزواج الجماعي الثالث والعمل على إنجاحه وتحقيق أهدافه، مشيرا إلى أن ما حققه العرس الجماعي الثالث كان ثمرة تعاون الجميع وحرصهم على تنفيذ هذا المشروع الخيري. من جانبه أشاد وكيل أول حضرموت بجهود اللجنة وتنظيمها الجيد للعرس، لافتا إلى أن هذه المناسبة يتوجب إحياؤها بوصفها رحمة وتكافل ومنفعة للجميع. قام وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون بزيارة تفقدية لمدرسة البقرين للتعليم الأساسي بمديرية مدينة المكلا في الفترة المسائية. وخلال الزيارة التقى الوكيل عبدون بإدارة المدرسة واطلع على سير العملية التعليمية وما ينفذ من خطة التقويم المدرسي ومستوى الانضباط والالتزام من قبل المعلمين والمعلمات في تأدية رسالتهم التربوية والتعليمية.
وشهد وكيل الوزارة فقرات الطابور المسائي الذي تم فيه تكريم أوائل التلميذات على مستوى الصفوف الدراسية، كما اطلع على سير الحصص الدراسية وبعض من أعمال التلاميذ والتلميذات واستكمالهم للمقررات الدراسية. أصدر فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت تعميما يقضي بتحريك أسعار بيع مادتي البترول والديزل في جميع محطات تعبئة الوقود العاملة في النطاق الجغرافي لعمل الفرع. وبحسب التعميم الذي صدر، فقد أصبح سعر اللتر الواحد من مادة البترول والديزل للمستهلكين في المحطات ب 330 ريال بدلا من السعر السابق 300 ريال، لعدم وجود تناسب للسعر السابق الذي كان ثابتا ولفترة زمنية ليست بالقصيرة في السوق المحلي بالمحافظة، مع التكاليف الحالية لشراء المواد البترولية، إضافة إلى وجود رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية. وبحسب فرع الشركة، فإنه هو نتيجة لهذه الأسباب، وحرصا على تفادي حصول اختناقات تموينية في المواد البترولية في السوق المحلي بالمحافظة، فقد تم تحريك أسعار البيع في السوق المحلي للمحطات. هذا وحذرت شركة النفط في تعميمها إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. أهاب مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت بالإخوة المواطنين بضرورة تحصين نسائهم في الفئة العمرية ما بين 15 و49 سنة ضد الكزاز والكزازة الوليدية. وأوضح مكتب الوزارة أن حملة التحصين مستمرة حتى 5 من شهر أكتوبر الجاري في عموم المديريات، حيث تعمل فرق التحصين في المرافق الصحية الثابتة والمؤقتة وكذا في المدارس والجامعات لتحصين النساء. وناشد المكتب عموم الإخوة المواطنين بأهمية حث نسائهم للإقبال على مراكز التحصين. هذا ولليوم الثالث على التوالي تواصل فرق التحصين عملها في تحصين النساء في عموم مديريات المحافظة، وقاية لهن من الكزاز والكزاز الوليدية. تفقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي بحضرموت المهندس سالم باسمير الورشة الفنية بميناء المكلا للإطلاع على أعمال الصيانة الجارية في رافعات الحاويات الشوكية. واستمع رئيس مجلس الإدارة من مدير الإدارة الفنية بالمؤسسة المهندس نجيب البطاطي والمختصين الفنيين على أبرز الأعمال التي يجريها قسم الصيانة للآليات وقطع الغيار المطلوبة والصعوبات التي تواجه القسم، مشيدا بالجهود المبذولة من الإدارة الفنية في كافة أعمال الصيانة واعدا بتوفير كافة القطع المطلوبة، مصرحا عن توفير آلات جديدة من إيطاليا بتمويل ذاتي من المؤسسة. دشنت إدارة شرطة السير بساحل حضرموت الحملة المرورية لتفتيش الشاحنات الكبيرة بمدينة المكلا من أجل التأكد من سلامتها. وقام المختصون في إدارة شرطة السير خلال اليوم الأول للحملة بفحص عدد من الشاحنات في موقعها بمنطقة فلوك للتأكد من سلامة أجهزتها وإشاراتها والسيفتي وفحصها بشكل كامل من أجل السلامة المرورية للشاحنة وللسائقين ومرتادي الطريق. ودعا مساعد مدير شرطة السير بساحل حضرموت العقيد محمد الخلاقي سائقو الشاحنات إلى التعاون مع رجال شرطة السير من خلال التفاعل الإيجابي مع الحملة المرورية. التقى المدير العام لمكتب الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم بالمدير التنفيذي لمؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية الأستاذة أرينا بسماعيل لمناقشة آفاق التعاون والشراكة المستقبلية بين المكتب والمؤسسة. وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة ميديا ساك شرحا وافيا عن مشروع المناظرة الإعلامية التي تتبناها المؤسسة والهادفة إلى تكوين وعي مجتمعي بأهمية المناظرات الإعلامية. بدوره أشاد مدير الثقافة بجهود مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية في طرقها لهذا الفن من فنون الإعلام، والذي أكد أنه بلا شك سيؤسس لتشكيل ثقافة راقية بالحوار والاختلاف في وجهات النظر. قام الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت بدراسة وتقييم خام الحجر الرملي بمنطقة السبيخات القبلية بمديرية أرياف المكلا، حيث درس الفريق الجيولوجي النواحي الجيولوجية والطباقية وتم أخذ جميع البيانات والقياسات الحقلية لخام الصخر الرملي المتواجدة ضمن المكون بالمكلا. وقد لوحظ تواجد للخام المستكشف، وتم الإيضاح للمستثمر حول عملية دراسة الاحتياطي ودراسة الجدوى الاقتصادية للخام وطرق الاستخراج حسب المعايير الجيولوجية دون الإضرار بالجانب البيئي بمنطقة الامتياز.
وأخذت عينات لإجراء التحاليل الكيميائية والاختبارات النصف صناعية. انطلقت بمدينة المكلا فعاليات بطولة الكرم للموسم الثاني على التوالي التي تنظمها مؤسسة حضرموت لمكافحة سرطان أمل تزامنا مع الشهر الوردي أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. يخصص شهر أكتوبر من كل عام للتوعية بسرطان الثدي انطلاقا من مبادرة منظمة الصحة العالمية للتوعية بالمرض الذي يفتك بأكثر من نصف مليون شخص سنويا، ووفقا لإحصائيات المنظمة، ويتخذ العالم هذا الشهر لرفع الوعي بسرطان الثدي وسبل الوقاية منه. وتزامنا مع احتفال العالم بالشهر الوردي شهر التوعية بسرطان الثدي، نظمت مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل النسخة الثانية للعبة الكيرم الشعبية بمقهى الباطنية بالمكلا تحت شعار لأنك الحياة فحصك نجاة، بمشاركة 48 لاعبا محترفا لدفع الرجال بنسائهم والاطمئنان عليهن من خلال مراكز الكشف المبكر المنتشرة في مختلف المديريات. الرسالة التي نريد أن تصل للناس كلهم جميعا هو حث النساء على الذهاب إلى عيادات الكشف المبكر وهن سليمات تماما، حتى يعرفنا كيفية الفحص الذاتي وأيضا التأكد من أنفسهن إذا كان مصابات أو لا. فعاليات أخرى جم تشهدها مدن حضرموت خلال شهر أكتوبر لمساندة المرأة عبر إطلاق حملات التوعية والتثقيف من هذا المرض الفتاك، إذ اكتشف وشخص مبكرا تصل نسبة الشفاء منه إلى 95% بإذن المولى تعالى. أشكر المؤسسة هذه اللي قامت بهذا الدور والدكتور وليد القضاطي على هذه الفعالية الطيبة، مشاركة الشباب أصحاب الكرم، أنا أحد المشاركين في هذه البطولة، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه الفعالية مستمرة كما العام السابق كان بنجاح، وتكون هذه المرة إن شاء الله أفضل من السابقات، وكل مرة نتمنى له التوفيق لكل المشاركين في هذه البطولة. والشهر الوردي شيء ننتقلون على الأسبوع، الشهر دائما يعودنا على أنه تابع قضايا سرطان ومكافحة السرطان. البطولة شهدت حضور رسمي من إدارة مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان وجمهور كبير يتم استهدافهم في التوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، وتستمر البطولة طوال شهر أكتوبر وتختتم بتكريم الفائزين والمنظمين للبطولة بجوائز مقدمة من مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان. قامت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة للهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في المخيمات بعدن، وتم توزيع 100 سلال غذائية والخيام على مخيمات الشعب والكراع وليلة خليلة، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها عدن يوم الجمعة الماضية وأدت لتضرر بعض المخيمات. وعبر النازحون عن تقديرهم لهذا الدعم الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي لمخيمات النازحين بشكل متواصل والذي يشمل مختلف أنواع الدعم. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يستقبل السفير الفرنسي لدى اليمن بجدة. وكيل أول حضرموت يطلع على أوضاع مؤسسة الكهرباء والتغلب على الصعوبات التي تواجهها. انطلاق بطولة الكرم بالمكلا ضمن فعاليات التوعية بسرطان الثدي. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.